هذه بداية المدينة المنورة. جبل أحد يبعد 22 كيلومتر. صدقون أنا حس جبل أحد في مكة المكرمة. احنا تقريبا بداية المدينة المنورة. أول اسم لها كان الأوس والخزرج. بعدها صارت يثرب. بعدها صارت المدينة المنورة. فاحنا أول ما دشينا المدينة في جبل كبير هذا وقاعد أشوفه. قال أبو ضي هذا جبل أحد. وحط بجوجل ماب أن جبل أحد يبعد 22 كيلومتر. طبعا جدرنا طابخ وعلى السخان. فقلت لأبو ضي إيش رأيك نروح نتعشى عند جبل أحد؟ إيش رأيك؟ جبل أحد. قدام. يبعد 22 كيلو. هذا محلات المدينة المنورة. بس هالجام هذا يبي له تنظيف. شوف هذا الجبل الله أعلم ما أعرف اسمه لكن حاطين كشافات عليه. هذا هو كمنظر كزينة وكمعلم. كم باقي على جبل أحد؟ 6 كيلو. 6 كيلو. لكن شوف هالجبل على خط السريع حطوا عليه إضاءات عشان يضيف جمالية للشارع. شوف ماشي وسط الحارة. سألت الهندي هني قلت له وين جبل أحد؟ قال جبل أحد هذا هو اللي هناك اللي أنا صورته من هناك. يقول ممتى طويل كبير. قلت نبي نوقف عنده. قال تبي تصعد؟ قلت إيه. قال روح سيدة من هناك بعدين في صعدة فوق تصعد الجبل أحد نبي نشوف تسوي عشان هناك نكمله تعشى فوق جبل أحد إن شاء الله. ما شاء الله هذا المعلومة جتني بالخاص إن جبل أحد طوله 7 كيلو. ما شاء الله تبارك الله. شوف روح ما عليك روح هذا جبل أحد. شوف ما شاء الله تبارك الله. احنا بي جنبه هناك شوف لنا مكان ظلمة كذي جبل أحد. من جبل أحد صارت فيه المعركة بين المسلمين وقبيلة قريش. راح ما شاء الله تبارك الله. شوف هذول الشباب قاعدين خيمين ولا شنو؟ ايه شباب خيمين. روح كمل كمل نبي نصعد جبل أحد بالله. شوف الطريق شوف هشوف روح ما عليك. ما شاء الله روح قطوع قطوع نبي نصعد فوق جبل أحد. شوف كلمنا واحد والله توجاي يقول تبي تصعد فوق قلتي. قال روح قدام تلقى البرج الأول طوفة وبعدين تلقى صعدة تصعد هناك. قلنا له في أحد؟ قال ما في أحد بس قاعدة حلوة كذي يعني ساكنة. الهيبة وصل جبل أحد. الهيبة ومصدي بعد. روح وين قال لك يمين ها ولا يسار؟ يمين روح كمل كمل. اللهم لك الحمد إني وصلت جبل أحد وأنا كل سنين أحسب جبل أحد بمكة. لكن الحمد لله في المدينة المنورة وقعت فيه معركة بين المسلمين وقبيلة قريش. الحين أقولكم الموضوع والسالفة وسبب المعركة. شوف الوادي شب شب الليت اليمين شب أبو وضي شب الليت اليمين. أيوة ما شاء الله شوف حلوة جبل أحد. ما شاء الله المسلمين كانوا هني مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى. مروا في هذا المكان وشرف لنا أنا وبضين حنا نوصل في جبل أحد. ما شاء الله صعد يمين صعود صعود أبشركم صعود صعود روح روح تمام طق الدق ما تلقيه هذا. حلو 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 ما شاء الله الهيبة صاعد صعدة جبل أحد. راح ما شاء الله ما شاء الله روح
يمكن ننام الليلة بجبل أحد. ما شاء الله ترى صعود حاد. شوف انتبه الوادي لا تطيح منها. انتبه الوادي. شوف شوف الصعدة. شوف شوف ما شاء الله ما شاء الله. شوف 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 ما شاء الله. وصعدنا جبل أحد. شوف الناس فوق صارت. شوف هذه المدينة المنورة الأوس والخزرج يثرب. والآن المدينة المنورة ما شاء الله. هذا الوصف ها؟ اه اه حراح. طيب وصلنا. شوف اللفات بالقارمة. وين؟ هنا ما شاء الله. شوف هناك شو يسمونه شو تسميه؟ سكوب مدري سكروب او شو اسمه الليت انتم تسمونه السعودية احنا نسميه سيارة. شو تسمونه انتم؟ شو اسمه سكوب؟ روح روح الهيبة روح. ما شاء الله الكبس ان شاء الله في جبل احد عشانه باذن الله. وخبر راسي لا هذا من الليل. ما شاء الله جبل احد. هذا المدينه هيك المدينه المنوره. روح الدربورك. شو 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 ما شاء الله الهيبه. راح لا تدعم جبل احد يا حجي. ما شاء الله تونسي والله في جبل احد. لا اله الا الله محمد رسول الله. من السالمي حفر الباطن ليحتقه الى حائل الى المدينه المنوره الى جبل احد. ما شاء الله هذا يمكن يبسون طريق بعدين ها. حلو روح روح. ما شاء الله ما شاء الله. افتح الباب يا سلام. افتح الباب. تدرون شنو الموضوع؟ احنا صاعدين الجبل. شوف جبل احد احنا الحين فيه. مو يسوي الموتور كذي تذكرنا عشانه. لحظه شوي خلنا نزق الموتور ماي. وينه ثابت ثابت. ما عليك خلنا ثبت عدل. ما عليك ثابت ثابت ابو ضي. ثابت ثابت الجدر. لا ما عليك رح رح بس شوي شوي رح رح. والله يبي تدربه. ما يتدرب ان شاء الله. ما عليك مسكر. اه وقف 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 ما حط نو ما حطيت الدبل عدل. دقيقة شوف شلون الوعر. الساعة اللي نازل بسيارة صغيرة شلون صعدها. شوف شوف الوعر ما شاء الله تبارك الله. يلا تعال ابو ضي تعال نحاول نصعد فوق للقمة هناك. والله يمكن نصب خيمتي فوق جبل احد نمرح والصبح نمشي للمسجد النبوي. يلا تعال 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 شوي شوي. شوفوا تكروها الهيبة قاعد يصعد جبل أحد في المدينة المنورة. ما شاء الله. وين سوى. قدم قدم ما شاء الله. وقف 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 كفها. بعد قدام شوي شوي صارت حفرة تحت شوي. قدام 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 روح قدام. ايوه بس 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 وقف. هوب هوب. والله الحين صعود حاد صعود حاد. ما شاء الله شوف المدينه. وين المدينه؟ وين قدم قدم ما شاء الله المدينه المنوره وفوق جبل احد ما شاء الله. راح راح الحين صعود حاد وان شاء الله نصور المدينه. ترى شوف القمره فوقنا. ها ايش عندك؟ ما شاء الله شوف المدينة المنورة شدنها منورة. للحين صعود للحين صعود. ها بك الدبل. لا 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 خليك على الدبل. لا خليك على الدبل عادي ما عليك ما راح يبدل اثنين. ما شاء الله المدينة المنورة وش حلوها. فوق جبل احد للحين بعد صعود بعد صعود. والله الوادي تحت
جينا من تحت هناك. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله المدينة المنورة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وشلون شكلها ما شاء الله. احنا نصعد بعد يسار، كله لفات حدة بحدة، يعني تلف حيل كذي كسرة. شوف زاوية حادة. شوف توايرنا حجرية ما شاء الله. هذه أخطر زاوية صعدنا فيها. أوه شوف اللف. أخطر زاوية كذي صعود. شوف بعد نصعد فوق. شوف أعلى قمة جبل أحد إن شاء الله. أنت لحظة شوي، لحظة لحظة لحظة، وقف 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 ولحظة. أطلع أطلع أطلع، لا لا أطلع أطلع، ما يحبك إن شاء الله. صارت اوضح واوضح ما شاء الله تبارك الله. بس خطر الطريق، ما فيه امان، خطر جدا. شوف جينا عند البرج هذا، شوف القمره ما شاء الله. هذه المدينه المنوره تبارك الله تبارك الله. صعدنا في اعلى القمه. هذه الساحه ابو ضي، الطريقه طال عمرك خذ يمين شوي وبعدين ارجع ريوس لحد هني. لا ابي دون الرصيف هذا. دون الرصيف؟ ايه. وين تبي نتعشى؟ انا يلا اوكي يلا. لا لا اخر اول شيء خذ يمين وارجع، ارجع. هذه الساحه حلوه، هذه حلوه من فوق جبل احد. متحدثكم اخوكم ابو سعد من فوق جبل احد، وهذه هي المدينة المنورة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، اشرف الخلق والمرسلين. شوف يا العشير، هذا عشرة. شلون الطريقة؟ ان حطينا الصحن هنا وقعدنا يصير الطاولة طويلة فوق عالية، فقلت سكر ليتك سكره. شوف نحط هذا على الكرسي وتصير الكبسه بهالطريقه هذه. امسك الصحن لا يطيح نتوهق. ها بلشنا الطبخه من حايل. بعد 150 كيلو حطينا العيش حاشي، طبعا خذينا الحاشي من حايل. ها وتعشاه وين؟ فوق جبل احد. هذا عشاء او كبسة جبل احد او كبسة حايل. شوف بقول لك شيء. ايه هذاك المسجد النبوي الشريف تشوف مناراته. هذاك؟ اي هذا هو. عشان ننزل ونقضب الشيء. هذا المسجد النبوي. هذا المسجد النبوي. ما شاء الله تبارك الله. هذا هو. شوف. بسم الله. وفوق جبل احد. يبي لنا شطة، الحين الماي موجود، انا اجيبها انا اجيبها. شوف كبسة جبل أحد، هذه ما راح ننسى مقاديرها. كبسة جبل أحد في جبل أحد، الهيبة في جبل أحد. الحين أطلع مصدي أصوره، هو المصدي في المدينة المنورة فوق جبل أحد. هنذوق كبستنا، تضرب بالدماغ. وين اي صوب؟ اي صوب هذا السواده؟ هذه اللي تحت ولا اللي فوق؟ لا فوق فوق، اللي قابل اللي فوق ما اشوف. انا زومت عليه الحين اشوف عيونه مش وين ولا عن. يا حصني يا ديب، بس اقرب ما له حصني يمكن. ها تبي يبين؟ ايه. وين التريك الثاني؟ هذا اقوى منه. هذا لا مو اقوى، والله اقوى منه. سيده مسمار اقوى منه. يلا الحين نحط شغلنا هنا ونمشي على الطائره.
والمصدي فوق جبل أحد في المدينة المنورة. وصلها المصدي من سور الصين إلى قمة جبل أحد في المدينة المنورة. وهذاك مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وقبره الطاهر مع أصحابه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. مصدي وصل جبل أحد مع الهبة روح. والحين نزول من جبل أحد. شوف هذا النزول سهل شوي ما عليه، بس حاطه على واحد. شوف هني فكيت الدبل، ما شغلت الدبل، ورب كريم رب يستر علينا. الحمد لله نحن وصلنا قمة جبل أحد في المدينة المنورة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا. دائما ادش اليوتيوب وهذا، لكن ما شفت احد يعني صعد في جبل احد، معنى هذا طريق ودبايه وناس كثيره تصعد. ما شاء الله تبارك الله. شوف خطوره الطريق زين. شوف المدينه وين، شوف وشوف خطورة الطريق. يعني هذه الدنقة بس كذي خلاص تولي، لكن ربك الحافظ. هذا جبل أحد ما شاء الله تبارك الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. شوف بس يعني قطوة أنا شوف لها شوارب كنا. حي والله هالشوارب، والله نعم الشارب. يا ويلك لو يجيك لك تسرب ينحي. لا راحت ما عليه، هذه حلوه. نزلنا تحت. الصعود يا اخوان الصعود صعب جدا، والنزول صعب. اذا سيارتك مو جيب، مو بس جيب، مرتفع. اذا مو مرتفع ترى جينا المطبات يا ساتر. الحمد لله الموتري مرتفع وحجري ودبل ما شاء الله تبارك الله. الحين نزلنا تحت.